السلام عليكم. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يطلق تقريره الثاني عن حالة حقوق الإنسان في بلادنا. التقرير الذي قدم على هامش ندوة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف كان محتواه ذاكرة جريحة ارتكبتها الميليشيا بحق البلد المعذب، وحمل في تفاصيل يوميات الوجع اليمني الممتد منذ انقلاب 21 من سبتمبر يوميات الجريمة السياسية التي ترتكب بحق أصحاب الرأي والمعارضين للانقلاب، ومنها تفاصيل الانتهاكات التي وثقتها المراصد والمنظمات للرأي العام الشعبي والعالمي. انتهاكات وإحصائيات تضج بالضحايا، زرع ألغام وإخفاء قسري وتعذيب، تكميم للأفواه وضرب وإطلاق الرصاص على الصحفيين، وفوق ذلك وضعهم في المعتقلات كمختطفين ودروع بشرية. اليمن كما تضمنه التقرير أصبح البلد المعذب بالانتهاكات، البلد الذي حولته الميليشيا إلى معابر مسدودة في وجه المحاصرين، من معبر الدحي في تعز إلى شوارع المحاصرة بالقناصة، الذين يعتلون أسطح البنايات ويطلقون النار على المارة وعلى الصحفيين، كما حصل لأحمد الشيباني كأنموذج لفداحة جرائم الميليشيا. حول تقرير التحالف اليمني لحقوق الإنسان والندوة التي أقيمت في جنيف ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فكونوا معنا ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. والمجتمع الدولي عاجز عن لجم هذه الميليشيات. اليمن عام من الانتهاكات، كان هذا العنوان الذي خيم على أجواء ندوة أقيمت على هامش أعمال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بجنيف، لكنه أيضا عنوان واسع لعام أسود مر في تاريخ اليمنيين وعلى بلادهم التي خيمت عليها انتهاكات الميليشيا لأكثر من عام. أقل ما يمكن قوله عنها إنها جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. الخبر الأبرز في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن هو الإعلان عن أكثر من 66 ألف حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح في 17 محافظة يمنية خلال الفترة الممتدة بين الأول من ديسمبر 2014 وحتى نهاية ديسمبر الماضي. وهي في حقيقة الأمر انتهاكات، لكن هذا لا يكفي، فطبيعة تلك الانتهاكات تندرج في إطار الجرائم الجسيمة، خصوصا الانتهاكات التي طالت الحرية الصحفية والبالغ عددها 319 حالة، جنبا إلى جنب مع اتخاذ الميليشيا للمعتقلين دروعا بشرية أو تعذيبهم حتى الموت. جدا، لأن البعض لا يعرف اليوم حال ذويهم في السجون، هل هم أحياء هل هم أموات؟ بالإضافة لما تعانيه مدينة تعز من حصار مطبق منذ 9 أشهر ويزيد، وزراعة الألغام التي تبقى موتا مؤجلا يترصد خطى اليمنيين، أمر لا يمكن أن يدرج في خانة الأرقام ولا يمكن احتسابه كجرائم عابرة. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عرضت كافة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي صالح لمدة عام كامل من 1 ديسمبر 2014 إلى 31 ديسمبر 2015، وفندت كل أنواع الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ارتكبت لحق الشعب اليمني في عموم الجمهورية بشكل عام. أوراق ثلاث حملت أوجاع وهموم اليمنيين بمعركة حقوقية ميدانها جنيف هذه المرة أيضا، تمضي بعد فشل جولات سياسية أثبتت عدم جدوى الحوار مع ميليشيا لا تؤمن إلا بحوار البندقية. يمتلك اليمنيون قضية يناضلون لأجلها، بدءا من رصد جرائم الميليشيا وصولا لإطلاع المجتمع الدولي بمأساة اليمنيين وما خلفه انقلاب الميليشيا في حياتهم، وما يراهنون عليه هو قدرة المنظمات المدنية في كشف جرائم الميليشيا أمام المجتمع الدولي وإيصال رسالتهم إلى العالم. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع ينضم معنا عبر سكايب من جنيف الأستاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور أستاذ آسيا لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. أستاذ توفيق، بداية يعني تضمن التقرير عام من الانتهاكات تقرير التحالف اليمني بالطبع لحقوق الإنسان، نود أن تطلعين على أهم ما ورد في ذلك التقرير. بداية قبل أن أتحدث عما ورد في هذا التقرير، أريد أن أسجل كلمة شكر وعرفان
لجميع الراصدين الذين يعملون داخل الجمهورية اليمنية، نشكرهم على جهودهم الكبيرة والعظيمة، والتي أقول في حقيقة الأمر لولا تلك الجهود لما عرف اليمنيون قبل العالم الخارجي المأساة الإنسانية التي تعيشها اليمن بسبب كارثة الانقلاب التي حدثت بعد 21 سبتمبر عام 2014. بالنسبة للانتهاء للتقرير الذي عرض على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، هو جاء تعبير لوصف الحالة الإنسانية أو الحالة الحقوقية لليمن خلال عام كامل. التقرير تحدث بوضوح عن المنهجية التي بني عليها التقرير، ثم توزع إلى مجموعة من الفصول. تحدث الفصل الأول عن القتل خارج القانون والإصابات، ثم تحدث في الفصل الثاني عن الاحتجازات التعسفية، وتحدث في الفصل الثالث عن تقويض سلطات الدولة، ثم تحدث عن انتهاك أو نستطيع أن نقول الاعتداء على الممتلكات العامة، ثم انتهاك حقوق المرأة وحقوق الطفل، وأيضا حصار مدينة تعز. التقرير تحدث أو تضمن تقارير مهولة، أرقام مهولة مرصودة من خلال الميدان. تحدث التقرير عما يقارب 66,261 حالة انتهاك في كافة المجالات. التقرير رصد 8,202 حالة قتل خارج القانون، منها 508 للأطفال و 6476 للنساء و 7218 للرجال. التقرير رصد 8,000 حالة اختطاف أو احتجاز خارج القانون، منها ما يقارب 4689 لسياسيين و 191 لإعلاميين و 10 نساء و 179 طفل. التقرير تحدث عن 177 حالة تعذيب مرصودة في هذا المجال. تحدث التقرير عن 2780 حالة اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. التقرير تضمن كشوفات بعدد القتلى، أنواع الإصابات، تحدث أيضا بكشوفات بالأسماء بالأرقام، يعني كشف الحالة المروعة التي يعيشها اليمن خلال عام كامل من الانقلاب. أستاذ توفيق، يعني ما مدى يعني دقة هذه الأرقام، أو يعني ما هي الآلية التي اتبعت في رصد كل هذه الحالات؟ طبعا الآلية والمنهجية التي اتبعت في رصد مثل هذه الحالات تقوم على ثلاث أسس. الأسس الأول قائم على الاتفاقيات الدولية التي تجرم حالة الانتهاك، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية، جرائم تحريم التعذيب، وسوء المعاملات التي تعدت، الاتفاقية الخاصة بتحريم الإخفاء القسري باتفاقية جنيف الأربع. ثم بعد ذلك تأتي المنهجية الثانية بالاعتماد على راصدين مؤهلين تأهيل مهني على رصد الانتهاكات وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام. ثم بعد ذلك تم توزيع هؤلاء الراصدين تقريبا على 17 محافظة التي شملها حالة الانتهاكات الموجودة في التقرير، وتم التثبت عن كل واقعة، إما من خلال النزول الميداني، من خلال إجراء المقابلات، من خلال الشكاوي، من خلال الاستماع للضحايا، بالاعتماد على الصور الفوتوغرافية، بالاعتماد على أشرطة الفيديو. لم تقبل أي حالة انتهاك تم الحديث عنها بالإعلام بدون التثبت من على أرض الواقع، بالإضافة إلى تدوين بعض الشهادات من خلال استمارات والشهود وأخذ أرقام تلفوناتهم إلى غير ذلك. فالتقرير في حقيقة الأمر حاول يعتمد على أقصى درجات المهنية التي تعتمد في التقارير الدولية، لكن أيضا نستطيع أن نقول أن التقرير لم يشمل كافة الانتهاكات. ربما الأرقام تزيد عن هذا، لأنه في مناطق كلفتها أو التكلفة الأمنية فيها خطيرة، سواء التكلفة الاقتصادية أو التكلفة الخاصة بحياة الراصد نفسه، لأنه فقدنا كثير من الراصدين إما بالموت أو بالاختطاف. كثير من للأسف الشديد راصدين إلى اليوم مختطفين لدى الميليشيات.
لا يوجد لها مية حصانة. سأعود إليك أستاذ توفيق، ولكن ينضم إلينا في هذا النقاش الأستاذ غمدان اليوسفي الصحفي أيضا من جنيف. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا وسهلا مساء النور. أستاذ غمدان، كثير من الأرقام التي أوردتها في حالة الصحفيين وما تم التنكيل بهم سواء في وسائلهم الإعلامية أو بهم كأشخاص، يعني حدثنا عن أبرز ما تناولته في الورقة التي قدمت. أولا أنا اعتمدت يعني بشكل كلي كي لا يكون الأمر مجرد اجتهادات شخصية أو استناد على وثائق غير يعني مرصودة بشكل مهني ومقبول دوليا، فأنا قد يعني اعتمدت في الدراسة أو في ورقة العمل التي قدمتها على التقرير الأخير لنقابة الصحفيين الذي لا زال حتى هذه اللحظة الترتيب لإطلاقه لم يطلق بعد، واستندت على أخذت فقط بعض الأرقام التي أورد هذا التقرير للحالات الانتهاكات للصحفيين سواء تلك التي بالقتل أو الاختطاف أو الاختفاء أو إيقاف الوسائل الإعلامية أو يعني اقتحام الصحف واقتحام منازل الصحفيين وغيرها من هذه الأرقام المرتبطة يعني مهنيا بنقابة الصحفيين. أيضا تحدثت حتى في المقابل هذه الأرقام تحدثت حتى عما يتعلق بالتحالف الذي يعني بعض الحالات التي يعني يتحمل مسؤوليتها طيران التحالف سواء حالة القتل التي يعني يتحدث عنها التقرير وهي ربما 10 حالات، خمس حالات منها يعني ارتكبها الحوثيين وخمس حالات ارتكبتها قوة التحالف، مع الاحتفاظ بحالتين من هذه الخمسة التي ارتكبتها قوة التحالف يعني تنسب مسؤوليتها إلى الحوثيين كونهم هم من وضعوا اثنين من الزملاء الصحفيين في أحد المعسكرات أو أحد مخازن الأسلحة وهو الذي تسبب بمقتلهم هناك. نعم، طيب أستاذ غمدان، ماذا عن الوسائل الإعلامية المهتمة بحقوق الإنسان؟ هل تناولت هذه الانتهاكات التي تناولتموها في تقريركم؟ كيف كان وقع يعني الأرقام الصادمة التي تم الحديث عنها عليهم؟ تعرف أن هنا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعتبر هذا البحث أحد أهم المحافل الدولية والذي يوجد له أساسا مندوبين صحفيين من جميع وسائل الإعلام الدولية، وبالتالي يتم تسليط الأضواء على ما يدور هنا بشكل دقيق ومكثف، خصوصا يعني أنك تأتي بتقارير موثقة وبلغات مختلفة، وهذا يعتمد لأن الصورة لا تنقل كاملة في غير هذه المحافل. هذه المرة ربما كان التقرير هذا نقلة نوعية في الأداء اليمنيين، لا أتحدث عن الحكومة لكن أتحدث عن يعني المنظمات الراصدة ومنظمات حقوق الإنسان أو تحالف المنظمات الذي قام برصد هذا التقرير، ولولا هذا التقرير ربما لكانت اليمن مغيبة كليا عن جدول الأعمال الذي يستمر حتى 24 من الشهر الجاري، وربما لن تدخل اليمن كانت حتى في سياق الأخبار. يعني في المقابل لو لاحظتي صدر بالامس يعني بيان او بلاغ صحفي من المنسقيه العليا لحقوق منسقيه حقوق الانسان. نعم. يعني تحدثت بطريقه يعني عن شهر من الانتهاكات وتحدثت عن 3 حالات قتل في تعز، وهذا ربما فيه نوع من الاجحاف في حقنا نحن اليمنيين اولا وفي حق العالم الذي يفترض ان يكون له الحق في الحصول على المعلومه الحقيقيه والمنطقيه و الأخلاقية أيضا. هذه أخلاقيات يفترض أن تلتزم بها هذه المنظمة الدولية، لا أن يأتي ويتحدث عن 3 حالات قتل بينما نحن نشهد حالات قتل يومية. يعني إما أن تنزل وترصد حالات حقيقية وإما أن تدع هذا المجال لمنظمات تقوم بالرصد الحقيقي والواقعي. يعني هذا ليس يعني ربما من حقنا أن نطالب بهذا الأمر نحن كيمنيين أولا، ومن حق المجتمع الدولي أيضا أن يحظى بهذه المعلومات الحقيقية. نعم أستاذ غمدان، هل يوجد ممثلين لميليشيا الحوثي في هذا المؤتمر؟ هو في الأساس يعني مجلس حقوق الإنسان يبنى على المنظمات التي تعتمدها، يعني هناك منظمة معتمدة فقط من اليمن، هناك منظمة معتمدة منذ سنوات طويلة الذي هو يعني مركز التأهيل والمعلومات لحقوق الإنسان، هذا المركز معتمد لدى مجلس حقوق الإنسان منذ وقت مبكر، يعني هو عمل في سنوات طويلة في مرحلة النظام السابق وبعد
لكن ربما الحوثيين ليس لديهم حضور هنا سوى يعني قاموا بتكليف أشخاص سواء من لبنان أو من العراق أو من البحرين أو من الدول التي لهم فيها صلات مرتبطة بالتوجه الطائفي إذا جاز لنا التعبير، وهم من يقومون بالدفاع عنهم هنا أو هناك ويقومون بعقد لوبيات ولقاءات مع منظمات دولية وإيصال هذه الصورة المنقوصة هنا أو هناك. لكن أيضا هناك حضور يعني ضئيل، مثلا شارك أحد المحامين في الجلسة أو اثنين من المحامين الذين في جلسة الأمس، ويعني عطيت لهم حق الكلام في الندوة التي يعني عقدناها هنا، وبالتالي يعني الموضوع ما زال يعني يوصل الصورة الحقيقية التي للانتهاكات التي قام بها الحوثيون خلال هذه المرحلة، ولم يتم مواجهتها بالمقابل بالادعاءات التي يعني يدعونها هنا، ولم يقوموا بأي عمل في المقابل. نعم، طيب ماذا عن التمثيل الحكومي اليمني؟ يعني هل كان هناك أي تمثيل للشرعية؟ هو من المؤسف انه الحكومه الشرعيه غابت غيابا كليا عن هذا المشهد، فيما عدا كلمه فقط القاها المندوب اليمني في الامم المتحده، وتحدث فقط بالكلمه التي ارسلت له ربما من الحكومه الشرعيه، وتحدث عن جزئيه صغيره منها، وحتى لم ترفع كفيديو في الموقع الرسمي لمجلس حقوق الانسان والذي يقوم يعني برفض الكلمات وبثها في هذا الموقع. ربما هناك قصور في الأداء الحكومي، قصور كبيرة أعتقد ذلك. أنا الحكومة يفترض أن تكون متواجدة هنا بقوة ولديها لوبيات ضغط يعني توصل الصورة الحقيقية لحالة حقوق الإنسان، لا أن تعتمد فقط على أداء المنظمات. هذا الأمر أعتقد أنه من المفترض أن يتم تلاتيه. هناك أيضا جلسات قادمة خلال الأشهر القادمة، هناك جلسات خلال العام الحالي، سيكون هناك أيضا جلستين أخرين في هذا، ويخشى أن تتطور المسألة إلى أن يتم يعني اقتراح بعض الملف، اقتراح بعض العقوبات أو القرارات يعني أو القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، وهذا الأمر يجب التنبه له من وقت مبكر. نعم نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني لو تحدثنا عن المنظمات المشاركة معكم في إعداد التقرير الثاني، كيف عملت لإخراج هذا التقرير رغم الظروف الصعبة التي حدثتنا عنها؟ طبعا التقرير هو صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات وحقوق الإنسان، وهو عبارة عن تكتل يضم مجموعة من المنظمات اليمنية تقريبا 12 إلى 13 منظمة. هذه المنظمات عملت فيما بينها بروح الفريق الواحد من خلال التشبيك والتنسيق ومن خلال الراصدين التابعين لها الموجودين في الميدان. نحن كما قلت لك استراتيجية التحالف قامت على التالي: بتأهيل الراصدين من خلال دورات نوعية، سواء كان البعض منهم قد أخذ دورات سابقة والبعض الآخر تم تدريبه في مناطق محررة ثم ذهبوا إلى الميدان لتغطية هذه الانتهاكات، يقوموا برصد الانتهاكات بتوثيقها بالجلوس مع الناس ثم رفعها على هيئة تقارير أولية إلى قيادة أو تنسيقية التحالف اليمني، وهم يقومون بعد ذلك بإعداد الصياغة النهائية وإعداد التقارير المطلوبة. كان فريق الرصد مهمته هو توفير المعلومات الموثقة من داخل الأرض ثم يقوم الفريق بإفرازه. نحن في جنيف كما بينا لك أصدرنا تقرير عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لعام واحد، بالإضافة إلى تقريرين، تقرير خاص بحصار تعز وتقرير آخر عن الألغام الموجودة في محافظة عدن ولحق والضالع. فالراصدون قامت الآلية على هذا الأساس، راصدون في الميدان وفريق تنسيق وصياغة موجود خارج اليمن. نعم أستاذ توفيق، التقرير حظى بمتابعة كبيرة من قبل الرأي العام الشعبي، يعني كيف يمكن إيصال هذا التقرير إلى نطاق أوسع، خاصة يعني وأنتم وضعتوا في محفل يعني سنوي يقيمه مجلس حقوق الإنسان، يعني ما الصدى الذي عدتم به من في المجلس؟ احنا حرصنا في المجلس على تدشين هذا التقرير داخل مجلس حقوق الإنسان
لكي يكون له صدى كبير. نحن قمنا بالتوزيع التقرير أو التقارير التي تم إعدادها وإصدارها على جميع وفود الدول المشاركة داخل المجلس، على المنظمات الحقوقية أيضا التي شاركت في المجلس. أعتقد أن التقرير وصل إلى أكبر نخبة حقوقية موجودة على مستوى العالم، خاصة على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي. أيضا حرصنا على إيصال هذا التقرير إلى المقررين الخواص، إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى سكرتارية المجلس، لجميع وسائل الإعلام الموجودة داخل المجلس وهي تفوق على 100 وسيلة مشاركة لها تصريحات إلى غير ذلك. والندوة هي أقيمت يوم الجمعة، اليوم إحنا السبت ولا أحد، لكن أعتقد أن التغطية الإعلامية وردود الأفعال كشفت أن للتقرير كان له صدى إيجابي خاصة على المستوى اليمني والمستوى العربي. لكن لا. أعتقد أن التقرير وصل إلى شريحة كبيرة خاصة من النخب المهتمة بحقوق الإنسان، خاصة تأتي أهمية هذا الأمر أن التقرير يأتي بعد عملية أو حالة شد وجذب بين اليمنيين والتقارير الصادرة من المفوضية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي يتهمها كثير من الراصدين والمهتمين بهذا الشأن أنها لم تنصف حالة حقوق الإنسان في اليمن. نعم، إذن أستاذ توفيق ابقى معنا أنت وسادة المشاهدين، سنذهب لهذا الفاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم. الأرقام تتحدث عن نفسها، هذا ما تقوله مسيرة عام من الألغام وعربة الديناميت والقمع الممنهج للحريات العامة والخاصة في هذا البلد الجميل بحريته وحضارته والمعذب بفاشية الانقلاب القامع لكل رأي معارض، كما لو أنه عام كاتم الموت وكاتم الصوت بامتياز. تقرير الجرافيك الذي أعده الزميل عدنان الراجحي يوضح بالأرقام الحصاد الأسود لعام من الانتهاكات. أعود إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني ما هي خطوتكم التالية بعد إصدار هذا التقرير؟ خطوة هو أن نستمر في عملية الرصد الموجود على هذه على الرصد الانتهاكات يعني المستمرة داخل الجمهورية اليمنية، ومحاولة التأثير على المنظمات الدولية من خلال مواجهتها بالحقائق الموثقة الموجودة في هذه التقارير. نحن في النهاية مجموعة من المنظمات المدنية نعمل بجهد ذاتي باستقلالية بعيدة عن العمل السياسي، مهمتنا في هذا الجانب أن نوثق ثم بعد ذلك أن نكشف للرأي العام على مستوى الإعلام ولا على مستوى المنظمات الدولية. ونحن نتمنى أن يستثمر هذا الجهد لصناع القرار في كل للضغط الاستفادة منه، لأنه في حقيقة الأمر هناك محاولة لتضليل الرأي العام المحلي، ومحاولة أيضا لتضليل الرأي العام العالمي بعدم وجود انتهاكات أو وجود انتهاكات ضعيفة. يعني أعتقد أن التقارير والبيانات الصادرة من المفوضية وبعض التقارير تكشف عن تغييب للوعي وتزييف لهذه الحقائق. التقرير الذي صدر أعتقد البيان عن 3 قتلى في تعز أمس أو قبل أمس، وفي حقيقة الأمر استخفاف بكل هذه الجهود ويكشف مقدار الزيف الذي يتم تضليل به وسائل الإعلام. نحن مهمتنا أن نكشف للعالم مقدار هذه الانتهاكات، نكشف للعالم الحقيقة كما هي. كيف يمكنكم ذلك أستاذ توفيق؟ يعني هل من خلال مثل هذه الفعاليات التي قمتم بها في مجلس حقوق الإنسان؟
من خلال الفعاليات، من خلال إيصال التقارير للمهتمين بحقوق الإنسان، من خلال إيصال رسائلنا لوسائل الإعلام في العالم الغربي خاصة الصحف والقنوات المؤثرة، من خلال إيصال أيضا تقاريرنا مفوضية حقوق الإنسان والأمم المتحدة بشكل عام، من أجل أن نحدث نوع من التوازن الغائب داخل هذه المنظمات للأسف الشديد. نعم أستاذ توفيق، ماذا عن المراصد والمراكز الدولية المهتمة بحقوق الإنسان؟ كيف كان حضورها في هذه الندوة؟ حضرت بعض المراصد خاصة مفوضية حقوق الإنسان، أيضا هيومن رايتس كذا، حضرت بعض المراصد بعض المراقبين، السفير الهولندي في مجلس حقوق الإنسان الذي كان تبنى قرار اللجنة الدولية للتحقيق في المرة القادمة. أنا أعتقد خاصة أن التقرير كتب باللغتين العربية والإنجليزية، وصل بصورة كبيرة، ونحن نتمنى أن يكون له صدى على المستوى القريب العاجل. نعم، إذن أستاذ توفيق كيف تعلقون على عدم تمثيل الحكومة في مثل هذا المؤتمر؟ أنا لا أستطيع أن أقول شيء إلا أننا منظمات مدنية وصلنا بجهودنا الذاتية، وهذا أعتقد أنه يعود للحكومة، لكن يكون تقييمه بأنه قصور، لكن أنا لا أستطيع أن أعرف ما هي الأسباب. لكن أنا أعتقد أن المهم في مجلس حقوق الإنسان حضرت المنظمات اليمنية، حضر الناشطون اليمنيين، حضر بعض الراصدين اليمنيين، هذا المهم بالنسبة لنا كمنظمات دولية. الحكومة اليمنية تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، وعلى الرأي العام اليمني وعلى المهتمين أن يسألوا الحكومة عن هذا الأمر وانعكاساته على مسيرة حقوق الإنسان أو القرارات التي قد تصدر داخل مجلس حقوق الإنسان. نعم، هذا المجلس هو سنوي أستاذ توفيق، يعني كيف تقارن بين حضور المنظمات اليمنية هذا العام بالعام السابق؟ هو حقيقة الأمر هو ليس سنويا وإنما فصليا، كل ثلاثة أشهر يتم انعقاد دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان، وأعتقد أن الحضور في هذه المرة كان بصورة كبيرة وأكبر من المرة السابقة، خاصة في المنظمات الراصدة لحقوق الإنسان داخل اليمن، ووجدنا أيضا تضامن أكبر على المستوى العربي من بعض الدول العربية، تضامن أكبر مع قضية اليمن، وصداها أوسع من المرة القادمة الماضية. نعم، إذا اسمح لنا ننضم إلينا أيضا الأستاذ نجيب السعدي الناشط الحقوقي من جنيف أيضا. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور، أهلا وسهلا. نعم أستاذ نجيب، بداية حدثنا عن أهم ما طرحته في الورقة التي قدمتها في مجلس حقوق الإنسان. نحن قدمنا ورقة حول الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي والميليشيا التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح في محافظة تعز، تضمنت 76500 انتهاك، منها 33000 تهجير قسري و43000 انتهاكات متفرقة تتوزع ما بين القتل والإصابة وتدمير البيوت واحتلال المنازل واستخدام دروع بشرية وتعذيب واعتقالات تعسفية. نعم، طيب هل بالإمكان أن تصل مثل هذه الانتهاكات والأرقام الكبيرة التي تم ذكرها إلى أطراف لها علاقة بالجنايات الدولية أو بمحكمة الجنايات الدولية؟ بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية موضوعها يختلف، لأن اليمن ليست موقعة على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية. لا، لكننا هنا نقدم هذه الانتهاكات لمجلس حقوق الإنسان وللمنظمات العالمية بهدف إيضاح حقيقة ما يجري في اليمن، لأن هذه المنظمات أصدرت تقارير، هذه التقارير تغافلت ما يقوم به جماعة الحوثي وركزت فقط على الانتهاكات التي أو الأخطاء التحالف العربي فقط. نحن هنا أضعنا ركزنا على الجانب المظلم التي لم تتطرق عليه له المنظمات الدولية. نعم، طيب يعني إذا ما هي علاقة هذه الانتهاكات بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها بلادنا؟ نعم، للجهات التي وقعت عليها بلادنا، أيضا نطمح في المستقبل أن نوجد طرف ثالث أو دولة ثالثة هي تتبنى قضية محاكمة جماعة وصالح.
نعم، إذن هل نستطيع القول أن الجهات الأممية المهتمة بحقوق الإنسان يعني ملزمة أو ملزمة تجاه حقوق الإنسان في بلادنا طالما يعني وهناك توقيع على هذه المواثيق؟ نعم ملزمة بالتأكيد، ملزمة وملزمة أن تنظر لهذه الملفات ولهذه الانتهاكات وتعمل على حماية المدنيين في ناحية حقوقية وثانيا من ناحية سياسية لتطبيق القرار الأممي 2216. نعم، هل نستطيع القول أن تقريركم الذي قدمتموه يستطيع أن يخترق الرأي الدولي الذي يتعرض لهذا التضليل؟ نعم نعم، نحن قدر الإمكان نقوم بتوزيع التقارير وهي مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، سواء تقرير عن تعز أو تقرير عن الانتهاكات الحقوق الانتهاكات الصحفيين والوسائل الإعلامية أو تقرير عن الانتهاكات بشكل عام في اليمن، أوصلناها إلى مجلس حقوق الإنسان، أيضا إلى منظمات دولية عدة، ولا زال العمل مستمر وسنستمر حتى نصل إلى هدفنا إن شاء الله. طيب ما هي توقعاتكم أستاذ نجيب، يعني كيف ستكون ردود فعل يعني المؤسسات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان تجاه ما يحدث؟ هل ستكتفي ببيانات الإدانة والشجب كما اعتدنا؟ هي فعلا تبدأ بإدانة، لكنها في النهاية سيكون لها حصيلة، إنها لابد أن تقوم بعمل بخطوات جدية تضغط على جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح بالكف عن هذه الانتهاكات بشتى الطرق، أولا بتطبيق القرار الأممي 2216، ثانيا عبر تجميد الأرصدة، أرصدة الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يستخدمها الآن لتمويل هذه العمليات، لتمويل عمليات قتل الإنسان اليمني وأيضا الأعمال الإرهابية التي تتم في اليمن. بهذه الوسائل ممكن أن تضغط هذه الجهات الأممية. نعم، طيب شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب السعدي الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. إذا أستاذ، عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني إذا ما اطرقنا إلى الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، ربما يعني أعيد لك السؤال الذي طرحته الأستاذ نجيب، يعني ما الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدولية التي تهتم بشأن حقوق الإنسان غير بيانات الشجب والإدانة؟ أنا أعتقد أن الأمر لن يعني مهمتنا في البداية هو كشف هذه الحقائق، الحصول على إدانات واضحة، أن نصل إلى نحاول أن نصنع حالة من الوعي الجديد لدى هذه المنظمات. أنا أعتقد أنه نحن نعمل على المدى البعيد، قضية أنه في النهاية الانتهاكات الحقوقية لا يمكن أن تسقط بالتقادم، خاصة التي ارتكبت أيام الحرب أو غيره. قضية المحصلة النهائية أن يصل أو يحصل هؤلاء المنتهكون لهذه الحقوق على العقوبة القانونية الرادعة، سواء أمام قضاء محلي أو أمام قضاء دولي. نحن عندما نحاول مع هذه المنظمات أن نصل إلى تأكيد مجموعة من الحقائق على هذه الانتهاكات، التقارير الموجودة التي أمامنا موثقة، نريد أن نصلها من هذه المنظمات أن تحقق في هذا الأمر، أن تدين كل هذه الانتهاكات، ثم بعد ذلك لكل حدث حديث. لكن نعم، نحن في البداية أمام معركة وعي مزيف في حقيقة الأمر. نعم أستاذ توفيق، ولكن يعني قبل الحديث عن العقوبات، هل نستطيع القول أن مثل هذه التقارير قد تشكل ضغطا دوليا على الميليشيا لإيقاف التمادي بحقوق الإنسان؟ يعني ربما نحن كنا نتحدث في البداية عن انتهاكات بسيطة، ولكن الأمر تجاوز إلى ذلك، إلى مستوى التعذيب والقتل والإخفاءات القسرية، وأيضا وضع يعني مدنيين في كدروع بشرية. هذا هو المفروض، المفروض أن التقارير والحقائق الموضوعة اليوم أن تصل إلى أن تخلق حالة من الضغط السياسي والحقوقي والعالمي على الميليشيات من أجل
التخفيف عنها من حدة الانتهاكات الموجودة داخل الأرض اليمنية، خاصة حصار تعز، خاصة المخفيين قصرا، خاصة حالة التعذيب. ولذلك أنا أعتقد أن التقارير يجب ألا تقف عند حدود مجلس حقوق الإنسان فقط، وإنما أيضا يعني تأخذ لها مسار آخر في البعد الإعلامي على مستوى الصحف الكبرى، القنوات الكبرى، الناشطين الدوليين على مستوى حقوق الإنسان، الأحرار على مستوى حقوق الإنسان، من أجل أن نخلق رأي عالمي كبير، لأنه مجلس حقوق الإنسان نعتبره أن النواة التي سننطلق منه للعالم. وبالتالي يجب أن لا نقف عند حدود مرحلة انتهاء مجلس حقوق الإنسان في 14 فبراير وانتهى الأمر، يجب أن نستمر أو تأخذ هذه التقارير والحقائق الموجودة داخل هذه التقارير مداها أبعد من ذلك، تصل إلى مصادر القرار الأوروبية والعالمية، إلى الكتاب، إلى المؤثرين، إلى الصحف، إلى غير ذلك، حتى أن المنظمات الدولية تقع في إحراج التي لها مسار آخر. نحن يجب أن نتفق مع هذه المنظمات على انتهاك، على إدانة كافة الانتهاكات، سواء التي تحدث من الحوثيين أو التي يدعون أنها تحدث من قوات التحالف، لأنه بالنهاية الإنسان اليمني يجب أن تصان حقوقه وحريته أيا كان هذا المنتهك، سواء كان داخليا أو خارجيا. نعم، طيب كيف يمكن أن يتم خلق الرأي العام الدولي برأيك أستاذ توفيق؟ أنا أعتقد بمزيد من الجهد. نحن إلى حد الآن وصلنا إلى نقطة متقدمة داخل مجلس حقوق الإنسان، لكن يجب أن لا نقف عند هذا الحد. يجب أن تكون هنالك حالة من الديمومة المستمرة. مجلس حقوق، المعركة الحقوقية هي لا تقل عن المعركة العسكرية والمعركة السياسية. يجب أن تكون معركة شعارها الديمومة الكاملة والمستقلة في نفس الوقت. يجب أن يكون هنالك ندوات نقاش أمام يعني على مستوى العالم بأكمله، تعقد الندوات تبين حالة الانتهاكات، المعارض، الالتقاء بالمؤسسات في أروقة الأمم المتحدة، في أوقات العمل الدائمة وغير الدائمة، في الالتقاء تنسيق الأعمال مع الخارجية للدول المؤثرة. يجب أن يستمر الجهد الحقوقي بصورة مستمرة. عندما يكون العمل الحقوقي يعني لحظي ينتهي تأثيره لحظيا. بالتأكيد. أنا أعتقد أنه يجب أن نستفيد ويكون معركتنا الحقوقية معركة دائمة مستمرة حتى تؤتي أكلها. نعم، طيب أستاذ توفيق، أنت تحدثت أنها يعني معركة حقوقية ربما بالتوازي مع المعركة السياسية ويعني الأخرى، برأيك ما مدى تأثير هذه المعركة الحقوقية إنجاز الاستخدام تعبيرك في المسار السياسي؟ هل يمكن أن يعني أن يكون له القوة بتحويل هذا المسار؟ نعم، عندما يتبين للعالم بأكمله حجم وفداحة الانتهاكات الموجودة في اليمن، عندما يعرف العالم أن الصحفي في اليمن يوضع درع بشري ويتم قصه بكل سهولة، عندما يعرف العالم أن الصحفي الذي لم يمتلك إلا الكاميرا يتم اقتناصه كما تم مع الأخ أحمد الشيباني بكل سهولة وتفضح هذه الحقيقة، عندما يعرف العالم أن هنالك معبر موجود في تعز اسمه معبر الدحي يمنع دخول الأكل والشرب ويتم فيه التحرش ويتم فيه اقتناص الأطفال، عندما يعرف العالم أن هنالك مخفيين لا يعلم عليهم أن شيء يعني ذويهم شيء، طبعا هذه الأمر ستضعف موقف الانقلابيين بشكل كبير. ولذلك أنا أعتقد أن الحقائق والأرقام والتوثيقات الموجودة في الجانب الحقوقي مهمة جدا لإضعاف الطرف المنتهك لهذه الحقوق ويعزز الطرف الآخر الذي يستخدم الجانب الحقوقي كوسيلة في التفاوض من أجل إنصاف الضحايا في الميدان. نعم، هل أستاذ توفيق تلقيتم أي استجابة إنسانية حتى اللحظة يعني في مجلس حقوق الإنسان أو من المنظمات المهتمة بهذه الحقوق؟ هو في حقيقة الكلام كما بينت أن التدشين تم يوم الجمعة ثم جاءت إجازة، لكن من خلال زيارتنا للمقرر الخاص لفرق التعذيب وشرحنا الأمر وأرسلنا له جزء من التقرير وجدنا نوع من التفاعل. نعم. ودعانا إلى تسجيل مجموعة من البلاغات الخاصة بالتعذيب من الأشخاص الذين عذبوا أنفسهم، ودعونا إلى أن نرفعها على وجه السرعة لإصدار تقرير مع نهاية هذا العام سيرفعه المقرر الخاص بالشأن اليمني. أنا أقول أن هنالك أيضا إشكالية متعلقة بالإجراءات الخاصة داخل عمل بعض المنظمات، لأن المقررين الخواص لا يتعاملون مع ميليشيات وفق البروتوكول والإجراءات اللائحية الداخلية، هم يتعاملون مع حكومات، وبالتالي هم يعتبروا الآن ما الميليشيات الموجودة في اليمن ليست حكومة، بالتالي يستطيع مخاطبتها، لكن هم نعم.
سيضمنون كما وعدونا التقرير الانتهاكات التي الأرقام التي بيناها في الانتهاكات، وطلبوا بتعزيز ذلك بمجموعة من الشكاوي التي بإذن الله نتمنى أن تصل لهم في الوقت القريب العاجل. نعم، يعني هل ستبدأوا العمل عليها؟ متى يفترض بكم تسليمها أستاذ توفيق، حتى ربما نوجه دعوة للمهتمين أو يعني لمن لديهم أي شكاوى في مثل هذا الجانب للتواصل بكم؟ هي المفروض تتم حتى من الآن، يعني المفروض نبدأ بها من الآن، وهي لن تحتاج وقت طويل. اللهم يعني حتى تقوم بها منظمات بمفردها، اللهم توكيل وتفويض من ذوي الشأن، وهم يعدون العريضة والمذكرة والموثقة ورفعها للمقرر الخاص بشؤون التعليم. هناك استمارة موجودة على موقع يتم التقيد بها بما فيها من بيانات من أجل القبول الشكلي لهذه لهذه الشكوى على الأقل. ونحن يجب ألا يعني ألا نغفل أي جهد. نعم، هناك بعض هناك بعض المنظمات ربما أصيبت أستاذ توفيق بحالة من اليأس لإيصال صوت الضحايا، ولكن ربما الجهود الإيجابية التي قمتم بها في هذا المؤتمر ما مدى يعني عكسها إيجابيا على بقية المنظمات حتى يعني تشكيل حافز إيجابي لها؟ هو في حقيقة الأمر من أهم الأهداف وتواجدنا في جنيف هذا اليوم أن نصل رسالة للشعب اليمني المنظمة الموجودة في الداخل أن اليمن ليس بمفرده، أن الضحايا الذي تنتهك حقوقهم يوجد من يمثلهم، من ينادي باسمهم، من يرفع مظالمهم لهذا العالم. أنا أقدر ما تعاني بعض المنظمات، ما يعاني بعض الأفراد، خاصة بعد التقارير، بعض البيانات التي صدرت من الأشخاص القريبين والممثلين لبعض المنظمات الدولية. لكن أنا أعتقد أنه صاحب الحق الذي لديه قضية ولديه حق يؤمن به ولديه الدليل والبرهان والحجة يجب أن لا ييأس. معركتنا طويلة، نحن اليوم نتعامل مع ميليشيات، مع نظام سابق لديه خبرة كبيرة في التعامل مع العالم الدولي، وبالتالي نحن يجب أن لا نيأس. نحن نؤمن بأن لدينا قضية عادلة، سننتصر اليوم، سننتصر غدا، سننتصر في المستقبل، لكن في النهاية اليأس هو الذي اليأس هو حقيقة سلاح بيد الانقلاب لهزيمة الشعب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. وربما رسالتنا الأخيرة مشاهدينا الكرام، يعني كما تفضل الأستاذ توفيق علينا ألا يعني نتهاون في مسألة الدم اليمني. الدم اليمني محرم ومصان كبقية الشعوب من أي انتهاكات سواء داخلية أو خارجية. هذه المراصد وهذه الأوراق التي تقدم بهذا الشأن على الجميع الاشتغال عليها، والتركيز أيضا لإيصال صوت اليمن لكل المحافل الدولية للالتفات إليهم. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.